ولسن الأربعين عند المرأة انطباعات مكروهة، فهي سن اليأس كما يطلق عليها، رغم أنها مجرد مرحلة عمرية لها تغيراتها الخاصة. ففي هذه المرحلة تفقد المرأة تغيراتها الفسيولوجية الشهرية المعتادة، وينتاب الاضطراب مشاعرها الوجدانية. ولكن ما هي أسباب هذه الاضطرابات والتغيرات، وكيف يمكن أن نتعامل معها أو تتعامل معها المرأة بهدوء؟ هذا هو موضوع فقرتنا الطبية لهذا اليوم، والذي نستضيف فيها الدكتور عمرو حسن، مدرس علاج أمراض النساء والتوليد بكلية الطب قصر العيني. ولكن حابين بس عندنا تقرير دكتور. أوكي. كيفك؟ إيه الأخبار؟ طمنا. الحمد لله. اليوم الموضوع كبير إن شاء الله. سن اليأس. هنشوف التقرير معك دكتور. أوكي. بحيث أنه يكون الانطباع عند المشاهدين وعندنا أوسع وأشمل. إن شاء الله. نشوف التقرير. حياة وقوة المرأة بشكل عام تمر بالعديد من التطورات والتغيرات الحيوية المختلفة والتي تؤثر عليها عند تخطيها سن الأربعين. صحة المرأة بعد سن الأربعين كان عنوان ندوة شارك فيها عدد من الأطباء في مجلات مختلفة للعمل على تعريف المرأة كيف يمكن الوصول إلى حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والعقلية والروحية، بداية من طفولتها ومرورا بمراحلها العمرية من مراهقة وشباب وكهولة. الحالة النفسية لها تأثير كبير قوي على إنتاج البني آدم وعلى صحته، وأوقات كتير قوي الحالة النفسية الشكل الخارجي بتاع السيدة بيأثر جامد قوي على نفسيتها، ولو نفسيتها في إحباط وفي اكتئاب ده بيأثر على صحتها وعلى إنتاجها عامة، وعلى طريقة ما بتتعامل مع في البيت وما بتتعامل مع أولادها وما بتتعامل مع الزوج. أنا عرفت معلومات إزاي الواحد يبقى ستاند باي لما يجي يقرب على المرحلة دي، وبصراحة الدكاترة يعني زودوا معلوماتنا قوي، وهم قالوا أهم حاجة الحالة النفسية إن يبقى فيه اهتمام من اللي حوالين السيدة عشان تواجه أي مشكلات هي بتدخل بيها في المرحلة دي. الاهتمام بالمرأة يبدأ من طفولتها، ولهذا تم التركيز على مرحلة الطفولة والتغذية الصحية السليمة منذ الولادة وفي مرحلة المراهقة، لأنها إحدى أهم المراحل العمرية التي تمر بها المرأة وتتعرض خلالها لتغيرات كثيرة تؤثر فيها مستقبلا، وكذلك إعداد المرأة قبل الزواج صحيا ونفسيا لتلك المرحلة الجديدة وما تواكبه من تغيرات هرمونية. الإنسان لازم يبقى في كل مراحل حياته متأهب ومستعد ان هو يحافظ على صحته، مش شرط ان هو يحصل له المشكله عشان يبدا يهتم، لا المفروض يبدا يهتم من سن صغير. يعني كشف مبكر لسرطان الثدي حاجه من ثلاثه، يا اما ان الواحده هي بتتعود ستاتنا وبناتنا ان هم يعملوا كشف ذاتي لنفسهم بعد سن العشرين بعد كل دوره، زائد ان هي بعد سن الأربعين لازم تروح للدكتور يعمل لها كشف سريري، يعني هو اللي يعمل لها فحص، واخر حاجه اسمها الماموجرام. الماموجرام دي اللي هي كانها زي اشعه اكس دي على الصدر ونشوف فيها مشاكل ولا لا. سرطان الثدي لدى النساء كان محور آخر من محاور الندوة، وهو يعد أكثر أنواع الأمراض شيوعاً بين الإناث، حيث يتم تشخيصه لدى أكثر من مليون امرأة كل عام في جميع أنحاء العالم. كما خرجت توصيات بضرورة محافظة المرأة على سلامتها النفسية واستغلال الوقت بالأمور المهمة التي تبعد عنها الضغوط النفسية والتركيز على ما يهمها ويفيد أسرتها ومجتمعها، فالمرأة أساس المجتمع ونجاح المجتمع من نجاح المرأة وسلامتها. عدنا معكم مشاهدينا بعد متابعتنا للتقرير، ونرحب مرة تانية بدكتور عمرو حسن، أخصائي علاج أمراض النساء والتوليد بطب القصر العيني. ودكتور عمرو بقى احنا عايزين نسألك عن موضوع دمه تقيل شوية، يعني معظم الستات بتخاف منه. أوكي. لأنها مش فاهماه، وانت دايما أي حاجة انت مش عارفها بتخاف منها. صح. سن اليأس ايه هو تعريفه، وبيجي بالظبط في اي مرحله عمريه للمراه؟ خلينا نقول ان الترجمه الحرفيه غلط، احنا بنقول سن الياس، معنى الكلمه في الانجليزي ايه؟ مينوبوز. مينو جايه من منستريشن، وبوز يعني ستوب، يعني ترجمتها بالانجليزي توقف الدوره. احنا ترجمناها سن لكلمه الياس. بايخه سن الياس. هو احنا بنقول الياس عشان الواحده ياست من ان هي تحمل، بس الكلمه ليها ظلال نفسيه بايخه، ان الواحده تحس ان داخله على مشاكل كتير. مشكله السن ده ايه؟ زي ما انت قلتي ان الواحد بيخاف من الحاجه اللي ما يعرفهاش. هي تسمع ان خالتها لما وصلت للسن ده جالها نزيف وشالت الرحم، عمتها ممكن لما وصلت للسن ده جالها حاجه في الثدي وجالها سرطان الثدي واضطرت ان تشيل صدرها، تسمع ان امراض الضغط والسكر والقلب بتزيد بعد السن ده، فتبدا الواحده تخاف. احنا دايما بنخاف من الحاجه اللي ما نعرفهاش، فلو عرفنا ايه الامراض اللي ممكن تبقى موجوده مش ان شاء الله ما نخشش في مشاكل. طبعا. بس هو المرض الحكايه دي بتحصل، هو مش مرض، هي ده بيحصل ليه، دي حاجه تغير فسيولوجي بيحصل لكل الستات. الواحده لما بتتولد عندها مبيضين، مبيض على الناحيه اليمين ومبيض على الناحيه الشمال،
المبيض ده حاجه كده قد البندقه مليان بذر، البذر ده اللي هو البويضات. عندها لما تتولد 2 مليون بويضه على الناحيه اليمين و2 مليون بويضه على الناحيه الشمال. لما توصل لسن البلوغ يبقى 400 الف بويضه و400 الف بويضه. عندها بويضات كتير، كل شهر قاعده تخسر بويضات. احسن بويضات تطلع في العشرينات، بعد كده البويضات اللي اقل كفاءه تطلع في الثلاثينات. لما توصل الاربعينات عدد البويضات حصل له ايه؟ بيقل طبعا قوي. واوحش بويضات هي اللي تبدا تقل، تبدا هي اللي تبدا تطلع. البويضه دي هي اللي بتطلع هرمون اسمه هرمون الاستروجين اللي هو هرمون الانوثه. فيبقى كده بعد السن ده هرمون الاستروجين بيقل تدريجيا. فيبدا يعمل للوحده اعراض. يبقى احنا محتاجين ان احنا نعرف هرمون الاستروجين فايدته ايه للست. اول فايده لهرمون الاستروجين، فيه في الجسم كوليسترول كويس وكوليسترول وحش. الكوليسترول الكويس اللي هو كوليسترول الحميد اسمه اتش دي ال، والكوليسترول الوحش اسمه ال دي ال. هرمون الاستروجين بيحمي الست ازاي؟ يزود الكوليسترول الحلو ويقلل الكوليسترول الوحش. حتى لما الراجل يجي يتخانق مع مراته اقول له بلاش تتخانق معها قبل الأربعين، انت اللي هيجيلك قلب وانت هتموت، بينما هي محميه خالص. هي قاعده سعيده، هرمون الاستروجين دايما حاميها. لو عايز تتخانق معها اتخانق معها بعد الأربعين، هي كده انتوا يعني موتها من الاخر. انتوا الاثنين بقيتوا متساويين في الخطر. فيبقى الواحده بعد السن الأربعين، هو المينوبوز بيجي في امتى؟ في المتوسط من 48 ل 52. لو الواحده وصلت لغايه 55 وبيجي لها لسه الدوره، دي مشكله. وفي ناس بيجي لهم انقطاع الدوره قبل سن ال 45، ودي برضه في بعض العائلات حاجات بتبقى ماشيه في العيله، ان واحده مثلا تساليها تقول لك مامتها جات لها الدوره خلصت لها قبل سن ال 45. ده بيبقى وراثه. في حاجات منها وراثه، يعني في دايما في شجره العيله تفسر لنا حاجات كتير، يعني لو واحده تقول لك مثلا الدوره بتجي لها بوجع، اقول لها اسالي مامتك هتلاقيها كانت الدوره بتجي لها بوجع. دورتها قالت لك خلصت مثلا بدري في اوائل الاربعينات، اقول لها لو شفتي مامتك او اختك الاكبر منها هيطلع نفس الكلام. نرجع لهرمون الاستروجين، قلت لك بيزود الكوليسترول الحلو ويقلل الكوليسترول الوحش. فلما هرمون الاستروجين هيقل ايه اللي هيحصل؟ الكوليسترول الوحش يبقى يزيد والكوليسترول الحلو يقل، يعني اللي كان بيحميها مشي وسابها. انت عارفه مين هو القاتل رقم واحد للسيدات احصائيا كده؟ مين اكتر حاجه سبب الوفيات؟ كوليسترول، امراض القلب. امراض القلب، امراض القلب طبعا لان بسبب زياده الكوليسترول وانسداد شرايين كل ده. طب هو مين اللي عندها عوامل خطر اللي جالها امراض القلب؟ واحده ضغطها عالي او سكرها عالي او الكوليسترول عالي، او واحده تخينه، او واحده مدخنه، او واحده ما بتلعبش رياضه. بس لو عاوزين نطمئن الحاجات دي ينفع نتجنبها؟ اقول لكل واحده اعرفي رقمك، زي ما انت عارفه رقم الكريدت كارد بتاعك، اعرفي رقمك، اعرفي رقم ضغطك كام، سكري كام، الكوليسترول بتاعك كام، وما تدخنيش وحافظي على وزني. كده نحمي نفسنا من امراض القلب. يعني حياه صحيه ومتابعه وملاحظه لكل اعضائها. طبعا يعني هي لازم هي هتعرف رقمها ازاي لما تقيسه، يعني لازم تقيس ضغطها عشان تعرف ضغطها عادي ولا عالي. ما هي المشكله ان هي ممكن تتشخص ان هي مريضه ضغط عالي لما الضغط يبقى ارتفع جدا وتتعمل مشاكل، او في واحده تتشخص ان هي مريضه سكر لما تخش في غيبوبه السكر وتوصل ل 500. بينما لو هي بصفه دوريه بتقيس الضغط وتقيس السكر وتقيس الكوليسترول هتقدر تكتشف الحاجه بدري، واي حاجه نشخصها بدري ما يجيش منها مضاعفات وينفع ان احنا ناخد لها علاج. فده اول مشكله بتظهر في السن ده، ان امراض القلب تبقى اكثر شيوعا. مع ان زي ما قلت لك انت لو سالت اي واحده تقول لك انا فاكره ان الرجاله هم اللي بيجي لهم امراض القلب، بس هي حقيقه قبل سن ال40 الرجاله هم اللي بيخلصوا بدري من امراض القلب، بس بعد ال40 الراجل والست متساويين. تاني حاجه تظهر في مشكله في الفتره دي السرطان. السرطان ده هو تاني قاتل للسيدات على مستوى العالم. اشهر سرطان في الستات هو اللي ايه؟ الثدي. ده السرطان رقم واحد في السيدات. في امريكا هو واحد من كل 8 يجي في الستات، يعني نسبته عاليه جدا. ليه عوامل خطر كتير؟ ان الواحده تبقى تخينه، واحده مدخنه، واحده ما ولدتش قبل كده، او لو ولدت ولدت في سن متاخر، او ان هي ما رضعتش. وبرضه نكتشف ان كل العوامل دي ينفع تجنبها. لو تخينه اقول لها خسي، بلاش تدخين، يا ريت لو هنولد نولد في سن بدري، واهميه الرضاعه الطبيعيه. بس هو سرطان الثدي اصلا ليه طريقه. بس حضرتك بتقول لو يعني لو ولدتي طب ممكن واحده اصلا ما كانش ليها الحظ ان هي تنجب، مش يعني تعمل ايه؟ فدي عوامل الخطر عندها عاليه. نعرف ان ازاي نعمل الكشف المبكر. نعلم بناتنا ان في حاجه اسمه الكشف الذاتي، ان الواحده تتعود بعد كل دوره تحس صدرها. بس الحكايه دي مش تعملها بعد ال40، تعملها بعد ال20 عشان تبقى اتعرفت على صدرها. اقول لكل بنت بعد سن ال20 افحصي صدري اليمين والشمال، اتعرفي عليه. تعمليها ممكن وانت في الحمام وانت واقفه قدام المرايه والواحده وهي بتستحمى تتعرف على صدرها. ده اول حاجه. طب هي امتى هتروح للدكتور؟ لو حست بورم في صدرها، لو لقيت افرازات غريبه مثلا دم بينزل من صدرها، او الحلمه مثلا شكلها تلب، فتعرف ان في حاجه تستدعي ان هي تروح للدكتور. دي حاجه.
تاني حاجة بعد سن الأربعين إن الواحدة هي اللي تروح للدكتور هو اللي يعمل لها كشف للصدر، يعني هي الأول الكشف الذاتي هي اللي بتعمله لنفسها، بعد سن الأربعين هي اللي تروح للدكتور هو اللي يعمل لها الكشف للصدر. وتالت حاجة اللي هي حاجة اسمها الماموجرام اللي هي الأشعة إكس راي على الثدي، ودي مفروض إن الواحدة تعملها بعد سن الأربعين. بتروح دي أشعة بتقيس الثدي على ناحية اليمين وعلى ناحية الشمال، تقدر تكتشف لنا لو في أي تكتل صغير جوه الثدي. يعني الواحدة بالكشف الذاتي مش هتقدر تحس إلا لو بقى في ورم ملموس، بينما الماموجرام يقدر يكتشف الورم وهو في مرحلة بدري جدا. وأكيد الحاجة اللي اكتشفها بدري علاجها هيبقى أسهل. طبعا انت عارفة البريست كانسر أويرنس يعني التوعية بسرطان الثدي ابتدت امتى؟ في سنة 1974 الرئيس كان فيه رئيس أمريكي اسمه فورد، أول ما استلم الرئاسة بعديها بشهر مراته دخلت المستشفى وأعلنت إن هي عندها سرطان الثدي وشالت سترها. هو الغريب بس ساعتها الناس كلها استغربت ازاي مرات رئيس تطلع وتقول في التلفزيون انا عندي سرطان الثدي وهعمل عمليه. هي فعلا عملت العمليه. لما سالوها ليه قالت لهم لما هي تبقى مرات رئيس وتعلن كده كل الاعلام هيبدا يهتم بيها بسرطان الثدي. وفعلا الاهتمام بسرطان الثدي ما ابتداش الا من امتى؟ من بعد 1974، لان خلاص الناس بقت فاهمه في ان في مرض في هلع في خوف في خوف ويكون. أيوة ونسمع برضو قصه انجلينا جولي. انجلينا جولي من كام شهر عملت بايلاترال ماستكتومي، بس انجلينا جولي ما كانش عندها سرطان الثدي، عملته وقائي يعني عملته وقائي. هي كان عندها تاريخ مرضي في العيله لسرطان الثدي، فهو عندها كان لخبطه في جين اسمه بيركا اللي هو بريست كانسر انتيجين، كان فيه ميوتيشن ده بيقول ان هي اكثر عرضه من غيرها ان هي يجي لها سرطان الثدي او سرطان المبيض. فوقائيا هي شالت الستر الثدي، فهي دي قصه برضو سرطان الثدي. هرمون الاستروجين اللي هو الانوثه بيعمل ايه تاني؟ طيب احنا اكيد هرمون الانوثه هي هيطغى علينا اليوم بس لازم نطلع فاصل دكتور. أوكي. يعني ضروري فاصل قصير وبعدين نرجع، وبلاش سن الياس خالص، بلاش فاصل قصير. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ما زال معنا دكتور عمرو حسن اخصائي مدرس علاج امراض النساء والتوليد بكليه الطب قصر العيني، بنتكلم على مش سن الياس خالص، موني بوز هي كلمتها بالانجليزي، او نطلع عليه مصطلح ثاني سن انه الأمان. مرحله سن الامان. حلو سن الامان، سن الامان حلو تمام سن الامان. طيب دكتور الان انا لاحظت انه فعلا السيده بتتعرض لمضاعفات كثيره، هي مش بيدها، هي تغيرات طبيعيه. طيب هل يعني اكيد الخالق لي حكمه؟ انا لحظه حسيت انه بين قوسين حابه اسال، طالما في كوليسترول حميد وكوليسترول اخر اكيد في شيء تعويضي، انه المراه لا ما تكونش مصابه او معرضه للاصابات باشياء اخرى، في شيء تعويضي ليها. الشيء التعويضي ان هي هو ليه ربنا الاول حاجه عمل الواحده منيبوز؟ ما هي تفضل طول عمرها يجي لها الدوره بالضبط. بس هل يا ترى طول عمرها تتحط تحت خطر ان هي تحمل وتولد وتربي، تحمل وتولد وتربي، ولا ربنا ليه حكمه ان عند سن معينه يبقى صعب صحتها مش هتستحمل ان هي تحمل، صحتها مش هتستحمل ان هي تولد، مش صحتها مش هتستحمل وهي في الخمسين ان هي تجيب عيل جديد وتربيه؟ صحيح. فهو عند سن معين ربنا بيقول لها ريحي، يعني هو ربنا خلاص عمل لها تنظيم اسره، كفايه كده اولاد، كفايه حمل وكفايه ولاده. يعني ممكن هنلاقي لو في مناطق نائيه او ما فيش تعليم لو كان بيجي لها دوره كبيره يعني عندها 50 و60 وده اللي بيحصل. هو ده اللي بيحصل، بس هو ربنا خلاص عند سن معين بيوقف الواحده عشان يريحها. الحمل ده متعب جدا، الولاده متعبه، تربيه الاطفال متعبه، فربنا بيقول للواحده استريحي. طب هو الكوليسترول ده الواحده هتعمل ايه؟ طب انا قلت لك الراجل اصلا ما عندوش الحمايه دي، بس هو الراجل او الست عندهم ان هم يعيشوا الحياه الصحيه. الحياة الصحية يعني هي تحافظ على وزنها، تبعد عن التدخين، تبعد عن التوتر، تعرف رقمها زي ما قلنا، رقم الضغط والسكر ورقم الكوليسترول. لو عملت الحاجات دي كلها تبعد عن التدخين، يعني التدخين بقى منتشر جدا. زمان كنا نفهم ان التدخين ده عند الرجالة بس، دلوقتي لقينا التدخين عند الرجالة وعند الستات. والمشكلة بقى سجاير وشيشة، يعني الموضوع هو بقى سجاير صعب وشيشة جدا. وبقى مخدرات يعني بقى حتى ترامادول، يعني بقى في حتى حاجات غريبة ما كناش نسمعها من 5 سنين او من 10 سنين. هرمون الاستروجين ممكن نكمل حتى هو بيعمل ايه. يعني هرمون الاستروجين انت عارفه العظم بتاعنا في نوعين من الخلايا، خلايا بتبني وخلايا بتكسر. على ما نوصل سن ال20 بنينا 98% من العظم بتاعنا،
عظمنا خلاص اتبنى. امال بعد كده بنعمل ايه؟ بنخسر عظم. يعني الواحده لما تعدي سن 25 بتبني عظم؟ لا خلاص. بتخسر بس بتخسر حاجه بسيطه خالص. لما توصل لحاجه ولا 40، هرمون الاستروجين ده ليه ميزه انه بيزود الخلايا اللي بتبني العظم ويقلل الخلايا اللي بتكسر العظم. يبقى لما هرمون الاستروجين هيقل ايه اللي يحصل؟ الخلايا اللي بتكسر العظم هتزيد والخلايا اللي هتبني العظم هتقل. يبقى خساره العظم بتاعتها. عشان كده السيدات بيجي لها هشاشه عظام. طب اشمعنى هشاشه العظام نسمع عنها في الستات اكتر من الرجاله؟ عشان رصيد الراجل من العظم اعلى بكتير من الست. الكتله العظميه بتاعت الراجل أكتر. يعني الراجل بيخسر والست بيخسر. الله يسامحكم والله. الله يسامحكم. واخدين حاجات كتير قوي. انا في رصيدي 1,000,000 جنيه وانت في رصيدك 100,000 جنيه، فانا صحيح. كل سنه بنسحب. انت تتكشفي قبل ما انا اتكشف. صحيح. يبقى هو ده الكتله العظميه. يعني لو هي حست بهشاشه عظام في الخمسينيات مثلا، هو يحسها وهو عنده 70 سنه او 80. تمام. بس عارفه هشاشه العظام بنسميه ايه؟ اللص الصامت. يعني ايه اللص الصامت؟ يعني الواحده ما بتشتكيش، فجاه تتكعبل في السجاده، تقع رجليها تتكسر. يعني ممكن ما يجيلوش اي شكوى خالص، والعظم بيقعد يقل يقل. بتاخدي بالك ان العواجيز بيقصروا؟ كثافه عظمهم بيقصروا او بيتنوا لان هم قاعدين يخسروا عظم. طب نفهم من معنى كده ان الواحده هتحمي نفسها من هشاشه العظام من بعد ال 40 ولا من وهي صغيره امها تحميها؟ دي بتبني بقى من زمان. يبقى امها هتبقى فاهمه ان هي لما قبل سن ال 20 لازم تبقى حاطط لها في رصيدها مبلغ كبير من العظم. طب دكتور عمرو، الكلام اللي احنا بنقوله ده بصراحه محبط جدا، ان انت هيجي لك كوليسترول وهيجي لك القلب وعظمك هيتكسر. يعني موتي من الاخر. يعني الموضوع بجد صعب قوي. طيب ازاي تقدر السيده ان هي تحمي نفسها؟ صح. ان هي سواء يعني انقطعت الدوره الشهريه او لم تنقطع، هي لسه حاسه ان هي شباب، تحمي نفسها كمان من الهبات. يعني دايما يقول لك هقولك الهبات. الهبات هي بالظبط عباره عن ايه؟ ازاي بقى يعني تعيش حياه ايجابيه؟ الحياه الايجابيه ما تجيش الواحده في سن الخمسين تسالني عن صحتها. هقول لها عملتي ايه وانت في شبابك؟ وانت في شبابك عملتي ايه في طفولتك؟ يعني هل يا ترى وهي طفله امها ركزت معاها ان هي تشربها لبن، تديها اكل فيه كالسيوم وفيتامين دي، ان هي تلعبها رياضه، تحافظ على وزنها؟ طب البنت دي لما كبرت وهي في فتره المراهقه، هل يا ترى بقت ليها في الشيشه وفي السجاير وابتدت تعرف عادات خاطئه ولا لا؟ لما دخلت في مرحله الشباب واتجوزت، اثناء الحمل كانت مركزه ان هي تشرب لبن وتاخد كالسيوم ولا لا؟ دايما اقول للستات لو انت ما شربتيش لبن العيل مش هيحصل له حاجه، العيل هياخد الكالسيوم بتاعه بالعافيه. هي العيل عنده حاجه اسمها المشيمه، المشيمه دي متامره على الام، هدفها الوحيد مصلحه العيل. بتطلع هرمون يكسر عظمها وياخد الكالسيوم دي. فاقول لها لو انت ما خدتيش، لو هي ما عوضتش، لو انت ما شربتيش اللبن وما خدتيش اقراص الكالسيوم، ايه اللي هيحصل لك؟ العيل قاعد جوه سليم ومية مية وما عندوش مشكله. انت العظم بتاعك هيبدا يكسر. المشكله ما تظهرش وهي في العشرين، تظهر لما هي تخش في الاربعين. فمعنى كده ان كل واحده حامل لو هي ما ركزتش في الحمل ان هي باللبن والكالسيوم والفيتامين دي والزبادي، هتبدا تشتكي في الاربعينات. طب عدينا مرحله الشباب، هل يا ترى لما دخلت في مرحله الحاجه واربعين اهتميتي انك تحافظي على وزنك؟ اهتميتي بالاكل الصحي؟ اهتميتي انك يوميا، لازم النصيحه نقول لكل الستات بعد سن الاربعين، لازم نشرب لبن، لازم ناخد اقراص فيها كالسيوم، الحرص على التعرض لاشعه الشمس. وبعد كده لو انت عندك عوامل خطر لهشاشه العظام، لازم تعملي الكشف المبكر لهشاشه العظام، حاجه اسمها ديكسا، دي برضو اكس راي بيقيس كثافه العظام. ليه؟ لو لقيت واحده عندها عوامل خطر لهشاشه العظام برضو ايه عوامل الخطر؟ في تاريخ مرض